معكم كوثر بن شافي من مدينة الرباط، سعيدة أنني أكون ضيفة في حلقة من حلقات برنامج متميزات. أولا عندي أنا مشكل حركي، جي أن بروبليم مسكولار اللي بدا كيبانو فيا الأعراض حتى السن ديال 9 سنين 10 سنين بحال هكاك، ولكن الحمد لله كنعيش حياة طبيعية. الكرسي المتحرك كيسهل لي الحياة وكيسهل لي أنني نتنقل سواء القراية سواء الخدمة ولا أي بلاصة بغيت نمشي ليها. الحمد لله أنا عندي ماستر في القانون الفرنسي، تخصص قانون الأعمال، وحاليا أنا في سنة ثانية دكتورة. الحمد لله أنا في أواخر 2018 كنت دوزت كونكور ديال الخدمة، والحمد لله ربي جاب التيسير، والحمد لله كنت مقل عادي لأن أنا خدامة في القطاع العام. الوزارة اللي خدامة فيها الولوجيات، ما كنحش بزعما مشكل واش خاص شي واحد يعاوني نطلع الدروج ولا هذا، كاين لي زاكسيسيبيليتي باغتو، وعندي بيرو في الطبق السفلي، زعما ما نحتاج انني نطلع في لاسانسير ولا شي انه يكون خاصة زعما غنوحد، لا بالعكس عندي كلشي مزيان الحمد لله. القصة ديالي مع الغناء بدات في سن ديال 12 سنة، وكنت كنسمع اغاني طربية وكان كيعجبني نعاود نغنيهم. تما في لونطوراج ديالي قالوا لي راك وصرا عندك صوت زوين، وصافي من تما بدات البدايات ديالي في هذا لو دومين هذا الى يومنا هذا حاليا. كيفاش كنوفق ما بين الغناء والقراية والعمل؟ صراحة كنعطي كل واحد وقته، خاص غير واحد يعرف كيفاش يجيغي لو طون ديالو، انه كل حاجة يعطيها وقت صافي زعما ما كنلقاش مشكل ولا كنقص من هذه باش نعطي لهذه اكثر، لا كل وحده كنعطيها نفس القياس اللي كنعطي لهم كاملين. انا عندي حاليا جوج الاغاني، وحده كنت غنيتها كاهداء الناس في الوضعيات الاعاقه، كنت نزلتها في 2016، كان اهداء ليا لاي واحد كيعيش نفس التجربه ديالي او لا مشكل صحي اخر. وأغنية ثانية كانت أغنية شبابية، يعني أغنية ديال العصر. شاركت في مسابقات، كنت خديت لقب ديال أحسن صوت مغربي نسائي في 2016، وكنت خديت لقب عاوتاني ديال أحسن صوت على جهة الرباط سالة القنيطرة في 2014. الرسالة ديالي اللي نبغي نوصل الناس اللي في نفس الوضعية ديالي، أنهم يقراو ويجتهدوا ويحققوا الأحلام ديالهم باش هما يشغلوا مناصب كبيرة إن شاء الله في المستقبل، حيت ماشي غير الناس اللي زعما عاديين هما اللي يقدروا يخدموا يديروا بزاف ديال الحوايج، بالعكس حتى حنايا نقدروا نديروا ونبينوا للمجتمع كامل اننا راه ماشي زعما زايدين ولا شي حاجه، بالعكس حنايا نقدروا نديروا بزاف ديال الحوايج واخا عندنا زعما نقص في شي حاجه، حيت ربي راه ما كينقص من شي حاجه حتى كيعوضنا بزاف ديال الحوايج. في يوم وليله يوم وليله خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة، أنا وحبيبي أنا وحبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة.